مرحبا. تأليف الخرافات حول العادات الغذائية يلي لازم يتبعها الصائم خلال شهر رمضان الكريم فيها كتير إبداع. بنسوي هيك وأوعك تسوي هيك، يعني مشان صحتك. ولأنه ثقافة سأل مجرب ولا تسأل حكيم منتشرة من أيام القديمين، ضعنا بين الصح والغلط. يعني مثلا مين قال أن الصيام كفيل بإزالة السموم من الجسم من دون أي شروط غذائية؟ بصراحة ما حدا بيعرف مين قال. هاي هي خرافتنا لليوم، يلا نروح لنعرف الحقيقة. علمياً خبراء التغذية شجعوا فكرة أن الصيام خلال شهر رمضان الكريم ممكن يزيد من قدرة الجسم على التخلص من السموم، بس هالشي ما بيصير إلا باتباع شروط غذائية معينة. يعني إذا كنا صايمين واعتمدنا على السكريات البسيطة والحلويات العربية والكعك والعصائر والأطعمة المقلية، هالشي من الطبيعي ما رح يساعد بإزالة السموم من أجسامنا، بالعكس تماماً رح يصيبنا بالإجهاد. لهيك بينصح الخبراء التغذية بالحد من الطعام غير الصحي والحفاظ على نظام غذائي غني بالمواد المضادة للأكسدة، بالإضافة لشرب كميات كافية من الماء موزعة بين وجبة الإفطار ووجبة السحور، والتقليل من التدخين وكل منتجات التبغ والكافيين، بعد الشيء لإخراج كل السموم المتراكمة بسبب تناول الطعام بطريقة عشوائية. هاي هي كل القصة، تابعونا بكرة لنخبركم حقيقة خرافة جديدة. رمضان كريم.